مبروك اولا الفوز على الاتحاد السكندري، الفوز الاخير، فوز كان مهم لسموحه تقدم بيه اكتر في جدول الدوري وبدا يقترب من المربع الذهبي. طبعا الحمد لله، يعني ربنا وفقنا في اخر ماتش مع الاتحاد، نادي كبير، ودي برضه عارف ماتش السموحه مع الاتحاد او الاتحاد مع سموحه في اسكندريه بيبقى ماتش ذهبي، فالفرقه ليها تاريخ كبير او مدرب كبير كابتن طارق العشري، كان ماشيين بشكل كويس، فكان يهمني ان احنا الثلاث نقط دي تبقى من نصيبنا باداء، فالحمد لله ربنا وفقنا فيهم. مميز انت كابتن احمد دايما في فكره انك تفوق اللعيبه، يعني حسام حسن في وقت كان بعد تماما عن الصوره قدرت تفوقه مره اخرى وبقى مؤثر مره اخرى مع فريق سموحه. الحمد لله حسام بقى رجع لمستواه الحمد لله، وبتمرن بشكل كويس، وكان عنده تصميم الفتره اللي فاتت ان هو يرجع نفسه، والحمد لله يعني الوقت بعد الاصابه ابتدى يرجع واحده واحده لغايه الحمد لله ما رجع تاني بفورمته. يعني الفتره الاخيره مع كل مباراه كنت بتبقى متضايق وزعلان شويتين ثلاثه من التحكيم. هو طبعا يعني كان في بعض الماتشات ومنهم يعني الماتشات الاخيره، الماتشين الاخران طبعا كان فيهم حاجات يعني اثرت في نتيجه الماتش، فهي دي اللي كانت من مضايقاني بصراحه، لان الموضوع كان اسهل من كده، لان الفار موجود وباللقطات بتبقى يعني متعاده كذا مره. فالحمد لله يعني النادي عمل مذكره لاتحاد الكوره اخر ماتش بعد ماتش زد، لانه كان واضح جدا يعني، وشرح بقى كل تفاصيل الاخطاء اللي حصلت لنا كده يعني بالمنظر ده موجود. يعني انت سموحه طلع بيان قبليكم نادي الزمالك بعديكم النادي الاهلي، ليه دايما النص الثاني من الموسم بيحصل جدل تحكيمي كبير جدا؟ ما حدش بيبقى راضي خالص يا كابتن احمد، كل الانديه تقريبا ما بتبقاش راضي. لا بص يا ما يعني حته ان انا اطلع بيان وبيان في الانديه الكبيره دي ده بيان ممكن يكون بيان سياسي يعني يعني على اساس ضغط ان الناس تبقى حريصه عندها، ممكن ما يكونش اخطاء فجه زي الاخطاء اللي حصلت لنا دي. لكن احنا كنا يعني كان متضررين من الماتشين الاخرين. طيب